بص، انا في البدايه بدايتي مع منتخب مصر كانت مع الكابتن جوهري الله يرحمه. كان سنه 2001 بعد ما خلصنا كاس العالم بتاعنا بتاع الشباب، انا الوحيد اللي الكابتن جوهري خده من البطوله على المنتخب الاول. كنت موجود في البطوله بتاعه افريقيا بتاعه مالي 2002، دي اول بدايتي يعني مع منتخب مصر. دخل بقى بعد كده يعني جه بعديه الكابتن محسن صالح، كنت متواجد. جه بعديه تارديلي، برضو كنت في البدايات متواجد. وبعدين بتخش بقى حاجات تانية مش لعب، يعني في حاجات بتتداخل في الاختيارات. دايما بيبقى في اختيارات لناس معينة، في اختيارات بتبقى خايف من جماهير فرق معينة، فبتحاول ان انت تاخد اكبر عدد من اللعيبة من فرقة معينة. في نفس الوقت انت عارف انه هتاخد جمال حمزة مش هتلعبه، مش هيبقى الموضوع مش هيعدي كول، يعني الموضوع هيبقى فيه مشاكل، لان انا مش جاي موظف يعني، فمش هقبل ان انا اكون قاعد ماليش دور. مش بتكلم ان انا قاعد احتياطي، لا، ممكن اكون قاعد احتياطي بس ليا دور، انما ان انا مش موجود خالص. اعتقد هي دي النقطة الأساسية، ان انا ما كنتش موجود، لانه يعني في ناس كانت مقتنعة بناس معينة، فمش عايزة حد يبقى ايه قلقان ان هو هيلعب وحش فانت هتضطر ان انت تنزل حد تاني. هي دي النقطة الأساسية يعني.